السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث قسم الإلكترونيات وقسم الحاسبات بالمدارس الصناعية، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض مادة الرسم الفني. الحلقة اللي فاتت كنا خدنا الخطوات المتبعة لتحويل الدوائر الإلكترونية، وطبقنا الكلام دوت على دايرة إلكترونية، دايرة مكبر كانت بتحتوي على ترانزستور ودائرة متكاملة، وحولناها للدائرة النظرية في الحلقة السابقة. وكنت طلبت منكم ان انتوا ترسموا الدائرة دي كواجب في البيت وتبعتوها لنا على الصفحة بتاعت القناة على الفيسبوك اللي هي اسمها قناة مصر للتعليم الفني 11747. وفي طلبة تجاوبت وتفاعلت معانا، وفي ناس ما شاء الله يعني رسمهم جميل جدا. وانا كنت وعدتكم ان انا في بداية الحلقة اللي هي بتاعت النهاردة بقى ان شاء الله اعرض لكم الشغل بتاع الطلبة اللي عملوه الاسبوع اللي فات. ونبص كده مع بعض على الشاشة. شكر خاص طبعا للطلبة اللي تفاعلوا معانا في الحلقة اللي فاتت وقاموا بأداء الواجبات اللي طلبناها منهم في الحلقة السابقة. وكانت الدائرة الإلكترونية اللي هي صفحة 129 في كتاب المدرسة اللي احنا حولناها في الحلقة اللي فاتت. وما شاء الله في بعض الطلبة رسمهم جميل جدا. أول لوحة معانا الطالبة ميرنا وليد سيد عوض، ما شاء الله الرسم جميل جدا، الخطوط جميلة، وتوزيع العناصر والمسافات ما بين العناصر زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ان احنا نراعي توزيع العناصر لما نيجي نرسم الدائرة الإلكترونية، يعني ما نخليش العناصر تبقى مكدسة في جزء من الدائرة ومتفرقة ومتباعدة في جزء تاني. ادي اللوحة التانية، طالبة اسمها آلاء هشام ماهر، ما شاء الله برضو الرسم جميل جدا والخطوط جميلة وتوزيع العناصر حلو، يعني ربنا يوفقكم. طالبة مريم يوسف إسماعيل برضو اللوحة بتاعتها جميلة. الطالب محمد جمال السيد برضو الرسمة حلوة والمقاسات كويسة، بس التصوير بتاع التليفون ما كانش واضح قوي فالصورة باهتة شوية، علشان كده بطلب منكم لما تيجي تصور الدائرة اللي انت رسمتها صورها في مكان يكون فيه إضاءة قوية، وبلاش تستخدم الفلاش بتاع الموبايل علشان بيخلي زي ما انت شايف كده على الشاشة بتلاقي فيه جزء من الرسمة او من الصورة بيلمع قوي وبيضيع الرسمة، وبقية الأجزاء من الصورة بتلاقيها مظلمة. فأنت صورها في مكان يكون فيه إضاءة قوية، إن شاء الله تخرج حتى في البلكونة كده وتحط السكتش بتاعك على ترابيزة ولا على كرسي وتصورها، تبقى الصورة جميلة. طالبة ماجدة أمجد برضو الرسمة بتاعتها جميلة ما شاء الله، ربنا يوفقكم. كان في لوحات كتير طبعا غير كده، بس المشكلة زي ما بقول لكم إن التصوير بتاعها ما كانش حلو، فبصراحة ما عرفتش ان انا اعرضه. فانا بطلب منكم تاني النهاردة ان شاء الله الرسمة اللي هي بتاعت الحلقة اللي فاتت اللي هي بصفحة 129 تاني، اهو انا بعيد عليكم تاني، صفحة 129 شوفوا الحلقة موجودة على اليوتيوب لو حد ما شافهاش، وارسم الدايرة برضو وصورها وبعتها لي على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك بقى في التعليقات على الفيديو. اما نبتدي كده النهارده قبل ما نخش في الموضوع، كان في سؤال بسيط كده كنت عايز ابدا بيه الحلقه لكل طلبه التعليم الصناعي حتى في كل المراحل، ما اهميه دراسه ماده الرسم الفني بالنسبه لطلبه التعليم الصناعي؟ يعني انت بتدرس الرسم الفني ليه؟ انا عايزكم تفكروا كده في السؤال ده، واللي يلاقي إجابة كويسة يكتبها لي برضو في التعليقات، وإن شاء الله الإجابة اللي هلاقيها يعني مقنعة، لأن أنا بصراحة السؤال دوت كنت بدردش مع أحد الطلبة كده وبعدين بقول له أنت يعني إيه أهمية الرسم الفني ده؟
انت بتدرس الرسم الفني ليه؟ فلقيت بصراحة يعني الإجابات والكلام اللي عنده ما مش منطقي خالص. يعني حد يقول أصل أهم مادة، أصل عليه 100 درجة يا مستر، أصل يعني هناخده في الجامعة. أنت بتدرس الرسم الفني ليه؟ إيه أهميته بالنسبة لطلبة التعليم الصناعي والمعاهد والجامعات وكليات الهندسة؟ الإجابة على فكرة تتلخص في 5 كلمات بس، أنا مش هقولها دلوقتي، هسيبكم أنتوا تفكروا كده مع نفسكم وتبعتوا الإجابات برضو على الصفحة بتاعتنا. ممكن تبعتها على اليوتيوب بقى عادي، هتكتب تعليق بس يعني مش هيبقى فيه صورة ولا حاجة. وبرضو أحسن إجابة هشوفها من الطالب هعرض برضو إن شاء الله إجابته واسمه في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. وكمان الحلقة بتاعت النهاردة الرسمة اللي احنا هنحولها مع بعض دلوقتي هي موجودة في الكتاب عندكم صفحة 100، دايرة كبيرة وفيها فكرة مختلفة عن اللي خدناها الحلقة اللي فاتت، هنحولها مع بعض. وبرضو بطلب منكم ان انتوا ترسموها كواجب برضو في البيت، لازم تتدرب الرسم الفني. انا قلت لكم الحلقة اللي فاتت ان في جزء كبير منه مهارة، فالمهارة دي هتكتسبها ازاي؟ لازم ان انت ترسم كتير وتحسن خطوطك وتعرف الاخطاء اللي انت بتعملها عشان ما تكررهاش. الرسمة الدايرة بتاعت النهاردة ان شاء الله هترسموها برضو وتبعتوها برضو في التعليقات على الفيسبوك بقى على الصفحة بتاعتنا اللي هي قناة مصر للتعليم الفني. وبرضو ان شاء الله في الحلقة اللي جاية احسن رسومات هتتعمل هعرضها لكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. ممكن تبعت صورتك برضو زي الطلبة اللي عملوا النهاردة كده وهعرضها لكم برضو ان شاء الله في الحلقة اللي جاية، وربنا يوفقكم. يعني نبدأ مع بعض بقى كده. في البداية أنا كنت عرضت عليكم الخطوات المتبعة لتحويل الدوائر الإلكترونية في الحلقة اللي فاتت، تعالوا نعرضها بسرعة كده في 2 دقيقة علشان لو في حد ما كانش متابع معنا الحلقة اللي فاتت أهو يستفيد برضو معنا دلوقتي. أول خطوة بنقول اقرأ السؤال جيدا لأنه غالبا بيطلب منك إضافة عنصر إلى الدايرة، مثل إضافة سماعة في الخارج أو إضافة دايرة تغذية بموحدين أو 4 موحدات. يعني ممكن يطلب منك في السؤال يقول لك ضيف حاجة في الدايرة، زي ضيف سماعة زي الرسمة اللي فاتت، ممكن يقول لك ضيف دايرة تغذية بموحدين أو 4 موحدات، ممكن يقول لك ضيف محول قدرة، محول تغذية يعني لدايرة التغذية. الخطوة الثانية بنقول بيتم تحديد أطراف التغذية الموجب والسالب في الدائرة العملية طبعا، ويتم تظليل الشريحتين بلونين مختلفين. الشريحة بتاعت الموجب نظللها بلون وليكن أحمر، والشريحة بتاعت السالب بلون مختلف وليكن إيه؟ أخضر. طبعا أي لونين يعني مش هيفرق، هو الغرض منها إن أنت تفرق الشريحتين عن بعض في الدائرة العملية اللي أنت بتحولها، علشان أي عنصر هيكون متوصل بالشريحة اللي انت حددتها بتاعت الموجب اللي هي مثلا باللون الاحمر، يبقى على طول يبقى العنصر دوت بسلكة ورايح لمين؟ للموجب. ولو كان عنصر زي مقاومة مثلا او مكثف متوصل بالشريحة التانية اللي انت لو انتهى باللون الاخضر، يبقى على طول بسلكة ويروح لفين؟ للسالب، ما تقعدش تلف حوالين نفسك. الخطوة اللي بعديها بنقول يتم تحديد اطراف الدخل والخارج مع مراعاة رسم دخل الدائرة على اليسار وخارج الدائرة على اليمين. يعني دايما بنرسم دخل الدائرة على اليسار وخارج الدائرة على ايه؟ على اليمين. طيب الخطوة اللي بعديها نقوم بتحديد العناصر الأساسية في الدائرة زي الترانزستورات وزي الدوائر المتكاملة وأماكنها. يعني نشوف الدائرة فيها كم ترانزستور، فيها كم اي سي، وحدد أماكنها. مين اللي هيترسم الأول ناحية الدخل؟ هل الترانزستور ولا الاي سي؟ مين اللي هيترسم ناحية الخارج؟ طيب الخطوة اللي بعديها نقوم بتحديد نوع الترانزستور. طبعا الدائرة لو فيها ترانزستور بحدد نوعه، هل هو ان بي ان ولا بي ان بي، علشان نحدد اتجاه السهم. فلو كان طرف المشع اللي هو الاي بتاع الترانزستور متصل بالسالب، يبقى الترانزستور دوت هيكون نوعه ايه؟ ان بي ان، يعني اتجاه السهم نرسمه لفين؟ للخارج، زي ما هو قدامنا كده على الشاشة. طيب لو كان بقى طرف المشع اللي هو الاي متصل بالموجب، يبقى الترانزستور في الحالة ديت نوعه ايه؟ بي ان بي، ونرسم في الحالة ديت السهم للداخل اهو،
يبقى سهم الترانزستور السهم بتاع المشع يبقى لجوه كده. طب الخطوه اللي بعديها، في نوع من الترانزستورات اسمه ترانزستور تاثير المجال، اللي هو ترانزستور الفيت او فيلد افكت ترانزستور. الترانزستور دوت بنعرفه ازاي في الدايره العمليه؟ الاطراف بتاعته ما بيبقاش مكتوب عليها سي وبي واي، لا ده بيبقى مكتوب عليها ايه، دي واس وجي. يبقى بدل طرف المجمع اللي هو السي هنلاقي مكتوب هنا ايه، دي. طرف المشع بدل ما هو كنا بنكتب ايه، لا هتلاقي مكتوب عليه اس. ده شكل الترانزستور اللي هو ترانزستور تاثير المجال زي ما احنا شايفين، وانتوا رسمتوه قبل كده طبعا. طيب الخطوه اللي بعديها، نقوم بترقيم اطراف الاي سي اللي هي الدائره المتكامله في الدائره العمليه بالترتيب. هو بيكون محدد لك الطرف رقم واحد، كاتب لك جنبه واحد كده، انت بقى تكمل بقيه الاطراف 2 3 4 لحد ايه؟ اخر طرف في الاي سي بالترتيب في اتجاه عكس عقارب الساعه. ولما نيجي نرسمها بقى في الدايره النظريه، يعني نرسم الاي سي في الدايره النظريه، نرتب الاطراف حسب التوصيل، يعني ما بنرتبهمش بالترتيب، يعني ما بنكتبهمش كده 1 2 3 4 بالترتيب، لا ده حسب التوصيل. طرف الدخل بتاع الاي سي يبقى ناحيه اليسار، طرف الخارج بتاع اليمين، طرف الخارج بتاع الاي سي يترسم على اليمين، اي طرف طالع للموجب يترسم لفوق، اي طرف هيروح للسالب مع عنصر مقاومه ولا مكثف ورايح للسالب هنرسمه ايه، لتحت، بغض النظر عن ترتيبهم ايه. يعني هتلاقي الاطراف بتاعه الاي سي في الدايره العمليه مترقمه بالترتيب، لكن في الدايره النظريه لا، ما بيبقوش مترقمين بالترتيب، بيبقى حسب التوصيل. طيب الخطوه اللي بعديها، نقوم برسم العناصر الاساسيه اللي هي الترانزستور والاي سي. يبقى اول خطوه تبداها ترسم العناصر الاساسيه في الدايره، ثم يتم رسم كل طرف من اطراف الترانزستور على حده مع العنصر المتصل به، وكذلك اطراف الاي سي. يعني معناها ايه؟ ان انت لما تيجي تبدا تحول الدايره ارسم العنصر الاساسي، لو كان الاول الاي سي هترسمه، لو كان الترانزستور المتوصل مع الدخل هترسمه، وبعد كده تبدا تفرع منه الاطراف بقى، طرف المشع معاه مثلا مقاومه ورايحه للسالب ترسمها، طرف المشع معاه مكثف ورايح للسالب ترسمه. خلصت من المشع روح لطرف القاعده، القاعده معاها ايه؟ لو معاها مثلا مقاومه وطالعه للموجب هترسمها، مقاومه ورايحه للسالب ترسمها، وهكذا. تروح بعد ما تخلص طرف القاعده تروح لطرف المجمع، فتلاقي نفسك خلصت كده العناصر كلها المتوصله مع الترانزستور. بعد كده تتنقل بقى للعنصر اللي بعده، لو كان في ترانزستور تاني هترسمه، واذا كان في اي سي هترسمه، وتبدا تفرع منه العناصر او المقاومات والمكثفات اللي معاه، بكده ما تغلطش. طيب الخطوه اللي بعديها، يراعى توزيع العناصر بطريقه مناسبه وعدم تكدس العناصر في جزء من الدايره وتباعدها في جزء اخر. يعني العناصر تبقى مترتبه ومتوزعه بطريقه مناسبه، يعني المسافات اللي انت هتسيبها ما بين العناصر تبقى مناسبه، ما تبقاش العناصر مكدسه وزحمه في جزء من الدايره ومتفرقه وبعيده في جزء تاني. لا، لازم انت توزع العناصر بتاعتك لما تيجي ترسم الدايره النظريه بطريقه كده شكلها جميل. طيب الخطوه اللي بعديها، بعد الانتهاء من رسم الدائره وازاله الخطوط الزايده، يتم تظليل العناصر اللي تحتاج لتظليل، زي المكثفات مثلا، الثنائيات، لو في نقط لحام طبعا وما عملتهاش اوعى تنساها، عشان التظليل لما تخليه في الاخر تحافظ على نظافه اللوحه. الخطوه اللي بعديها، نقول يراعى كتابه رموز العناصر والدخل والخارج والموجب والسالب، اوعى تنسى الرموز اللي على الرسمه دي، هتنقصك في الدرجات لو ما عملتهاش طبعا. بعد رسم اي عنصر بيتم شطبه من الدايره العمليه، وبعد الانتهاء يتم عد العناصر الموجوده بالدايره. يعني اي عنصر انت ترسمه روح واخد عليه خط كده بالقلم الرصاص في الدايره العمليه في ورقه الاسئله لو كنت في امتحان، عشان ما تنساش عنصر من العناصر اللي في الدايره، وبعد ما تخلص عدهم عشان ما تكونش ناسي عنصر ولا حاجه. طيب الدايره بقى اللي هنحولها النهارده مع بعض ان شاء الله قدامنا هيت على الشاشه، الخطوات اللي احنا قلناها دي بقى نطبقها كده ايه على طول. الدايره دي دايره مكبر الكتروني بتحتوي على اي سي اللي هي الدايره متكامله وترانزستور، والدايره ديت في صفحه 100 في الكتابه عندك.
طبعا اول خطوه كنا بنقول احنا بنعمل ايه، نقرا السؤال اهو بيقول لي المطلوب استنتاج الدائره النظريه ورسمها في اطار 35 في 25. طيب نبدا نحدد فين شريحه الموجب وفين شريحه السالب. لو بصينا كده مع بعض ندور على شريحه السالب، اهي الشريحه الكبيره اللي هي اللي تحت دي، ها اللي انا بشاور عليها بالماوس ديت، شايفينها مكتوب على الشمال كده ايه؟ سالب قدامك اهي، اهي مكتوب عليها ايه؟ سالب. يبقى على طول الشريحه ديت كده هنظللها كلها وتبقى هي السالب بتاع الدايره. طب فين بقى شريحه الموجب؟ مش مكتوب. طبعا لو انت بقى مش عارف الفكره اللي موجوده في الدايره دي هتلف حوالين نفسك. لو بصينا كده هنلاقي ان الدايره ديت الدخل بتاعها على الشمال اهوت مكتوب انبوت، ده دخل المكبر، وفي طرفين تانيين فوق مكتوب عليهم 12 فولت متغير ورايحين لمين؟ في قنطرة توحيد قدامك اهيت في الداير، شايفينها اهي اهي اللي انا حددتها دي قدامك اهي، تمام. دي كده دايرة تغذية، دايرة تغذية باربع موحدات يعني قنطرة توحيد ومعاها مكثفين اللي هم سي 9 وسي 10 والمقاومه ار 8 اللي هي دايره التنعيم بتاعتها، وزينر اللي هو مكتوب عليه اسمه زد دي اللي قدامك ده اللي انا بشاور عليه ده. دي كده اسمها دايره تغذيه، يعني الدايره اللي قدامك دي دايرتين مع بعض، دايره تغذيه باربع موحدات ودايره المكبر. طبعا كده حلينا اللغز. الطرف الموجب فين بقى في الدايره؟ انت عارف ان الزينر بيتوصل طبعا ما بين الموجب وما بين السالب عشان يحافظ على تنظيم الجهد او بيثبت لي الجهد عند قيمه ايه؟ معينه وقيمه ثابته. فانت لو بصيت كده للزينر هتلاقي الطرف اللي فوق ها اللي هو الانود بتاعه متوصل مع مين؟ مع شريحه السالب اللي احنا قلنا عليها. طب الطرف الثاني بقى اللي هو الكاسود بتاع الزينر اللي متحدد قدامك بالعلامه اللي هو الخط الاسود اللي في الزينر ده، ها الطرف ده بيبقى متوصل بالموجب. يبقى معنى كده الشريحه اللي قدامك دي كده اهو، ها اللي انا بشاور عليها دي اهيت، تمام، اللي هي الشريحه اللي في النص دي كده 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 اهي، الشريحه ديت كده هتبقى هي ايه؟ الموجب. تعالوا بقى نطبق الكلام ده اهوت على الدايره ونبدا نحدد الموجب ونحدد السالب. اهو طيب نبص كده مع بعض، ادي الدايره قدامك، نبدا نحدد الموجب ونحدد ايه؟ السالب اللي في الدايره. احنا قلنا شريحه السالب هي الدايره اللي تحت، الخط اللي تحت او الشريحه اللي تحت دي نظللها بلون وليكن مثلا لون اخضر اهو، عشان تبقوا ايه شايفينها ومتابعين معانا. الشريحة طبعا كلها هنظللها من أولها لآخرها لحد ما توقف أهو، والخطوة دي بتريحنا كتير وإحنا بنحول الدايرة زي ما هنشوف دلوقتي. وفي شريحة تاني اهو جزء صغير كده منها برضو ما ننساهاش اهو، وشايفين الشريحة دي برضو متفرعة اهي، دي برضو تبعها. طالما الشريحة ما اتقطعتش يبقى كلها متصلة مع بعض، يبقى تحددها عشان ما ايه ما تنساش اهو كده. كده الشريحة اللي قدامنا دي كده شريحة ايه؟ السالب. حددناها كلها، نروح بقى نحدد الشريحة بتاعت الموجب اللي احنا قلنا عليها اهو. لو جينا بصينا كده احنا قلنا الزينر اهو قدامنا اهو، ودايرة التغذية اهي هحددها لكم تاني اهي كده.
الجزء اللي احنا حددناه ده طبعا دايرة التغذية دي هنسيبها للآخر، هنرسمها تحت دايرة المكبر. الزينر بقى طرف الكاسوت بتاعه متوصل بالموجب، يبقى شريحة الموجب هي دي اللي انا بظللها دي دلوقتي اهي كده. اهي لحد ما تقف بس كده، يبقى احنا كده حددنا الموجب وحددنا ايه؟ وحددنا السالب وعرفنا دايرة التغذية، ها؟ اللي هي الجزء ده اللي احنا حددناه اهو. كده اهي. دي هنسيبها للآخر دايرة التغذية دي. نبدأ بقى في دايرة المكبر. نبص كده على العناصر الأساسية، أدي في عندي أي سي وفي عندي ترانزستور. طيب الأي سي نبدأ نرقم الأطراف بتاعته. هو كاتب لي هنا واحد أهي اللي جنب الدليل بتاع الأي سي، نرقم اللي بعديها على طول، تبقى اللي تحتها تبقى اتنين، الطرف اللي تحتها تلاتة، اللي تحت أربعة، الناحية التانية خمسة، ستة، سبعة، واللي فوق خالص تمانية. كده رقمنا أطراف الأي سي. طيب وادي واحد كمان عشان تشوفوه اهي، انتقل عليها. نبدأ نشوف طرف الدخل بتاع الدايرة. ادي الانبوت، في طرف مع السالب اللي هو مع الشريحة السالب دي اللي لونها اخضر، ما تبصش عليها، بص على التانية. الطرف التاني رايح لمين؟ مقاومة ار واحد، ومنها رايح لمقاومة ضبط، والطرف اللي في النص بتاع مقاومة الضبط اللي هو السهم بتاعها رايح لمين؟ مكثف اللي هو سي واحد، ومنه رايح للرجل رقم خمسة في الاي سي. يبقى احنا على طول نرسم مين؟ نرسم الاي سي. طيب نبدأ الاول كده نرسم اطراف التغذية، الموجب والسالب في الدايرة بتاعتنا اهو عشان تشوفوها. خد بالك بقى الاطار بتاعك، ها، في اللوحه كلها هو هناخد منه من تحت 7 سنتي، دول هيبقوا دايره التغذيه. يبقى من البدايه تروح انت سايب مسافه كده تحت اهو، وتاخد خط تاني. بقى انت عملت البرواز بتاعك الاطار ماشي، انا بس مش عايز اكمله عشان برسم بقلم فليماستر فمش هينفع امسح. انت طبعا بترسم الاطار بتاعك كله كامل كده، وتعمل بزاوية قايمة عشان الخطوط بتاعتك تبقى عدلة، بس انت هترجع تمسح الخطوط الزيادة، انا مش عارف امسحها دلوقتي علشان القلم اللي معايا ايه في الماستر. الخط اللي انا رسمته ده بقى ده هيبقى الطرف السالب بتاع الدايرة اهو، يبقى ده الطرف الايه؟ السالب. طب اللي فوق ده الطرف الموجب. الجزء اللي تحت ده من ضمن الاطار بتاع الدايرة، انت كنت راسم الاطار كله، قلنا 35 في 25، ال 25 خدت انت منهم من تحت كده ايه 7 سنتي، ورحت واخد خط. الجزء اللي تحت ده بتاع دايره التغذيه ما تجيش جنبه دلوقتي، هنبدا نرسم بقى دايره المكبر في الجزء اللي فوق. طيب نبص كده تاني، احنا قلنا اول حاجه ايه؟ طرف الدخل رايح لمين؟ المقاومه المتغيره، مقاومه الضبط، ومنها المكثف ورايح للاي سي. نرسم الاي سي الاول اهو. ادي الاي سي، نبدا نرقم طرف الدخل زي ما قلنا رايح لمين؟ للرجل رقم خمسة، يبقى نرسم الرجل رقم خمسة هي على الشمال. طيب وبعدين نبدا بقى نخلصها طرف طرف كده. الرجل خمسة معاها المكثف اللي هو سي واحد، نرسم المكثف سي واحد اهو، امشي كده وارسم المكثف
سي واحد. طيب يا ترى المكثف ده ثابت ولا كيميائي؟ نبص عليه كده اهو. بص كده كاتب لك موجب على الطرف اللي فوق، الموجب ديت ناحية الرجل 5، يبقى الطرف السالب بتاعه عكسها، يبقى تظللها على طول اهي عشان ما تنساش اول باول كده. طيب خلصنا المكثف، نروح شاطبينه حتى بقلم رصاص كده ولا حاجة علشان ايه ما ننساش اهو. طيب طرف المكثف رايح لمين؟ ها بص كده، رايح للسهم بتاع مقاومة الضغط اللي هي الفي ار واحد اللي قدامنا دي. طب المقاومة دي رايحة لفين؟ نازلة هي طرف منها متوصل بالسالب بالشريحة الخضراء اللي هي السالب، يبقى نروح جايين نازلين كده من هنا من المكثف اهو، هنزل بده كده وارسم المقاومة. اي طرف منها مع السالب، الطرف بقى بتاع المكثف ده رايح لمين؟ زي ما قلنا رايح للطرف اللي في النص بتاع مقاومة الضغط، كلنا عارفين بنرسمها ازاي، بنروح عاملين خط مائل كده عليها على المقاومة بزاوية كده، والشرطة الناحية التانية ماشي تبقى نص سنتي، وبعدين اوصل ديت كده بمين؟ بالطرف اللي كان نازل لي منين؟ من المكثف. طيب كده احنا رسمنا مقاومة الضغط اهي، نكتب اسمها جنبيها في ار واحد. طبعا المقاومة المتغيرة خلاص بتلاقي برضو كاتب لك اسمها في ار، في ار واحد برضو، بس شكل المقاومة المتغيرة ما بتبقاش نص دايرة زي دي كده، بيبقى شكلها ايه؟ بتبقى دايرة خلاص وليها ثلاث اطراف برضو. طيب الطرف بقى الثالث بتاع المقاومة، مقاومة الضغط ديت رايح لمين؟ للمقاومة ار واحد، ومنها رايح للدخل. طيب انا ممكن بقى اروح طالع كده اهو شوية، وراح حاطط المقاومة ار واحد ومنها لطرف الدخل اهو، ونكتب اسمها ار واحد. نشطبهم بقى كده من قدامنا عشان ما ننساش اهو كده. نروح بقى لطرف تاني ها اهو، ونكتب برضو الدخل هنا عشان ما ننساهوش بتاع الدايرة اهو انبوت. طيب نيجي بقى نبص كده، خلصنا الرجل 5، نشوف الرجل 4 معاها ايه؟ في مكثف اللي هو سي 2 ورايح لمين؟ اه بص كده الشريحة لونها اخضر اهي، يبقى على طول معناها رايحة للسالب، يبقى ننزل على طول بيها كده اهي، ناخد بقى الرجل 4 اهي كده، وانزل بيها بالمكثف اللي هو سي 2 كده، ومنه راح للطرف السالب. وطبعا ناخد بالنا برضو ان المكثف دوت مكتوب موجب جنبه، يبقى على طول مكثف كيميائي، الموجب ناحية الرجل 4 في الاي سي، يبقى السالب ناحية السالب، نظلله على طول اهو، ونكتب اسمه جنبه اللي هو سي 2، ونشطبه برضو من الدايرة من قدام. طيب نروح لمين بعد كده؟ نبص بقى عندك الرجل رقم 3 اهي فوق اهي، بص متوصلة على طول بالشريحة اللي لونها احمر اللي هي مين؟ اللي هي الموجب، يبقى بسلكة على طول وتطلع لفوق اهو، يبقى اروح واخدها من هنا من فوق كده واطلع بيها للطرف الموجب، ونكتب عليها الرقم بتاع 3. طيب دي كده خلص. بص الرجل رقم 1، الرجل رقم 1 معاها ايه؟ مقاومة ار 2 وراحت للسالب، والمكثف سي 3 وبرضه راح للسالب. شفت بقى فايدة التلوين ايه؟ ان انت مجرد على طول بتبص على عنصر تعرف هو رايح فين. اهي المقاومة متوصلة بالشريحة اللي لونها اخضر، يبقى على طول رايحة للسالب. طيب يبقى الرجل 1 هنرسمها طبعا تحت ناحية السالب اهو، يبقى شفت بنرتب بقى اطراف الاي سي ازاي؟ حسب التوصيل. اهي هنزل بيها كده واروح جاي راسم المقاومة اهي، دي الرجل رقم 1، المكثف سي 3 متوصل على التوازي مع المقاومة. الناس اللي بتغلط ها ويروح يرسموا المكثف على التوالي معاها،
في ناس بتروح رايحه كده على الخط اهوت وتروح ماسحه وراح حاطط المكثف فوقيها، لا كده انت غلطت. المكثف ده متوصل على التوازي، يبقى تيجي كده من فوق المقاومه اهو، وليكن مثلا سنتي 2 سنتي مثلا ولا حاجه، ولا سنتي ونص فوق المقاومه كده، وينزل اهو، ويرسم بقى المكثف اهو ورايح للطرف السالب. المكثف ده اللي هو سي 3، شايف برضو مكتوب موجب اهي، يبقى معنى كده ايه؟ مكثف كيميائي نظلي للسالب بتاعه اهو، والسالب متوصل مع السالب، تمام. وما ننساش نكتب اسمه اهو سي 3، نشطبه بقى من الدايره من هنا هو والمقاومه عشان ما نرجع لهمش تاني. خلصنا كده الرجل رقم 1، ها نشوف ايه بعديها الناحيه الثانيه. في عندك الرجل رقم 5، 5 خلاص خلصناها. الرجل رقم 6 بص كده رايحه فين؟ بسلكه ورايحه للسالب اهو، شايفين الرجل 6 اهي ماشيه كده ونزلت اهو بسلكه، السلكه اللي هي المنقطه دي اهي، انا بتقلها عشان تشوفوها معايا، ورايحه للشريحه اللي تحت، يبقى معنى كده دي سلكه وتنزل على طول ايه؟ للسالب، تمام؟ نرسمها كده اهو بسلكه وتنزل على طول كده، يبقى دي الرجل رقم 6 خلصنا منها. فاضل عندك الرجل رقم 7 والرجل رقم 8 والرجل رقم 2. طب لو انت بصيت كده اهم الرجل 7 والرجل 8، بص بينهم ايه؟ ها؟ مكثف اللي هو سي 4 والمقاومه ار 3. طب ما تيجي نرسمهم اهو، ادي الطرف رقم 7، طب الرجل رقم 8 اهي، ناخدها كده من هنا نطلع بيها لفوق كده اهو، وبعدين رايحه لفين؟ المكثف سي 4 اهو، راح ماشي كده، ونحط هنا المكثف بين الطرفين، بين الرجل 8 وبين الرجل 7 اهو كده، ونكتب اسمه المكثف سي 4 جنبيه اهو على التوازي معاه، يعني المقاومه ار 3، يبقى بين نفس الطرفين اهو، يبقى هنروح جايين كده اطول دي شويه وانزل اروح راسم المقاومه اهو كده، ممكن توصلها كده على طول اهي من نفس الطرف كده مفيش مشكله اهو، يبقى ديت المقاومه ار 3. طيب نشطبهم اهو كده، لو بصيت هتلاقي الطرف الرجل رقم 8 اهي كملت بقى وراحت لمين؟ مكثف سي 6 ومنه لقاعده الترانزستور، يبقى على طول تروح واخد الطرف اللي فوق بتاع الرجل 8 اهو، همشي بيها كده تمام، وبعدين اروح جاي نازل ارسم المكثف اهو كده اللي هو سي 6، والمكثف ده ناخد بالنا سي 6 مكثف كيميائي برضه مكتوب موجب اهي، السالب بتاعه ناحيه مين؟ ناحيه الرجل 8، يبقى نظلله على طول عشان ما ننساش اهو، ونشطبه من هنا. طيب كده يبقى احنا خلاص رايحين لمين؟ للترانزستور. فاضل لنا طرف من الاي سي نخلصه عشان ما نرجعلوش تاني، الرجل رقم 2 لو بصينا عليها اهي معاها ايه؟ المكثف سي 5 ومنه رايح لمين؟ للرجل 7 يبقى ما بين الرجل 2 وما بين الرجل 7، يبقى الرجل 2 ناخدها كده من تحت اهو كده، وهو ده المكان الفاضي، وتكون قريبه من الرجل 7 اهي، يبقى دي الرجل 2 في الاي سي كده، ونروح جايين راسمين المكثف ومنه يروح للرجل ايه؟ 7 اهو ادي المكثف. طبعا الرجل 7 كل السلكه دي اهي، ممكن اخدها من عند المقاومه كده وانزل بيها عشان يبقى شكلها كويس اهو،
ونعمل لها نقطة لحام. تمام؟ المكثف دوت اللي هو سي 5 مكثف كيميائي برضو، شايفين الخطين دول؟ ها؟ دول معناهم الموجب بتاع المكثف. يبقى احنا نظلل الطرف السالب، الموجب ده ناحية الرجل 2، السالب ناحية الرجل 7، يبقى نظلل السالب أهو اللي ناحية الرجل إيه؟ 7 كده. تمام؟ ونكتب اسمه سي 5. ونشطب المكثف ده كمان برضو من هنا. يبقى فاضل لنا مين؟ كده الاي سي، وصلنا الاطراف بتاعته كلها. نتنقل بقى نروح لمين؟ للترانزستور اهو. قلنا طرف المكثف سي 6 رايح لمين؟ لقاعده الترانزستور. والقاعده دي معاها مقاومتين ار 4 رايحه للسالب وار 5 رايحه للموجب. طيب بقى على طول اروح جاي هنا كده من المكثف اهو. وارسم الترانزستور اهو كده. طيب يا ترى الترانزستور ده نوعه ايه؟ ها؟ احنا لسه قايلين في الخطوات من شويه، نبص كده على طرف المشاع اللي هو الاي اهو. بص كده الاي رايحه فين؟ معاها مقاومه ار 7 ونازله للسالب. يبقى على طول الترانزستور ان بي ان، يعني معناه نرسم السهم لبره اهو للخارج كده. تمام؟ طيب ده كده تي ار 1. تعالوا بقى نرسم المقاومات ها والمكثفات اللي مع الترانزستور دوت بسرعه. ادي طرف القاعده كان معاها مقاومه ار 4 ورايحه للسالب اهي، يبقى خدها من هنا كده، ادي طرف القاعده وانزل بيها اهو كده، ونكتب اسمها ار 4. طيب من طرف القاعده في كمان مقاومه اللي هي ار 5 ورايحه للشريحه اللي باللون الاحمر، يبقى معناها رايحه للموجب، يبقى من نفس نقطه اللحام وراح طالع بيها لفوق اهو كده. تمام اهو، ونروح جايين راسمين المقاومه فوق مع الطرف الموجب اهي كده، اسمها ار 5. ها اشطبهم برضو من هنا من الدايره، ادي ار 5 نشطب عليها وار 4 نشطب عليها. فاضل ايه؟ روح بقى لطرف المشاع بتاع الترانزستور اهو. بص كده طرف الاي المشاع معاه مقاومه ار 7 ورايحه للسالب اهي، يبقى هاخدها كده وانزل بيها كده، ونكتب اسمها ار 7. طيب في جنبيها مكثف سي 7 على التوازي برضو معاها ونازل للسالب اهو، يبقى ناخد من ايه؟ من فوقيها كده ها، وامشي كده 2 سم ولا حاجه وانزل وارسم المكثف جنب المقاومه اهو في نص المقاومه كده كده، وانزل يتوصل بالسالب اهو. المكثف ده سي 7 برضو كيميائي، شايفين الخطين ها اللي فوق دول؟ الخطين دول يعني الموجب. احنا نظلل السالب على طول اللي هو اللي تحت اللي متوصل بالسالب، ونكتب اسمه المكثف دوت سي 7 اهو. نشطبهم برضو من الدايره كده ها، وبعدين ها شوف احنا قربنا نخلص الدايره اهو، فاضل ايه؟ مجمع الترانزستور ها. نبص كده الطرف سي اللي هو مجمع الترانزستور معاه مقاومه ار 6 ورايحه للطرف الموجب اهي، يبقى على طول اروح جاي واخد من طرف المجمع اطلع بيه لفوق كده، واحط دي المقاومه كده، ونكتب اسمها ار 6 تمام اهو، ونشطبها. فاضي المكثف اللي هو سي 8، المكثف ده جاي منين؟ من مجمع الترانزستور اهو اهي من الطرف اللي فوق كده من السي، ورايح لفين؟ ورايح للخارج. طيب يبقى امشي كده وارسم المكثف اهو طيب المكثف ده سي 8 مكثف كيميائي برضو اهو. بصوا كده يا شباب ادي سي 8 برضو، الخطين اللي فوق دول يعني ده الموجب ناحيه مين؟ ناحيه مجمع الترانزستور، يبقى السالب ناحيه الخارج. نظلله على طول عشان ما ننساش. الناس اللي بتسيب التظليل المكثفات ديت للاخر
ها وتقول وتنسى، لا ظللها كده حتى لو على خفيف كده عشان ما توسخش اللوحة، وبعدين في الآخر بعد ما تخلص يبقى تقل عليها. طيب الطرف ده كده رايح لفين؟ رايح للخارج. نشطب عليه كده، ها والترانزستور اترسم، فاضل ايه؟ نبص كده كل العناصر كده، ها رسمناها كلها، ها كل العناصر احنا شطبنا عليها اهو، ما عدا مين؟ دايرة التغذية اللي احنا سبناها. طب دايرة التغذية دي هنرسمها ازاي؟ تحت في الجزء اللي احنا سبناه تحت، ماشي؟ طيب طرف الخارج برضو علشان ما ننساهوش اهو، ده كده ممكن اروح واخد السلكة ديت ونازل بيها كده، ها وادي سلكة كمان اهو كده زي الطرفين دول، واكتب هنا هوت بينهم ايه؟ اوت بوت. طب لو قال لك ضيف سماعه في الخارج، يبقى مكان السلكتين دول هنا نقطتين دول، تروح انت راسم سماعه زي الدايره اللي احنا رسمناها في الحلقه اللي فاتت. ما قالكش ضيف حاجه ومفيش سماعه، خلاص هنكتب اوت بوت بس ايه؟ ونسيبها. نيجي بقى ننزل عشان نرسم دايره التغذيه. طيب بص كده، دايره التغذيه باربع موحدات اللي هي قنطره التوحيد. طب نرسمها ازاي؟ بص بقى، الجزء اللي احنا سيبناه تحت ده احنا قلنا سايبين 7 سنتي. طيب انزل كده تحت الدايره، ها سيب مثلا سنتي ونص عشان الدايرتين ما يبقوش مزنقين في بعض، وروح جاي واخد ايه؟ خط خفيف كده. طب الخط ده طوله قد ايه؟ يعني حوالي 20 سنتي. عايز تزود شويه 22 مفيش مشكله. لو الدايره دايره التغذيه دي فيها محول، ها ممكن تزودها تخليها 25. بلاش ترسمها من البدايه، يعني ما تخليهاش تاخد المسافه كلها، دايره التغذيه صغيره. في ناس انا بشوفهم بيجوا يرسموها بيروح راسمها ها من الاول لحد الاخر، فتلاقي الموحدات بينها وبين المكثف اللي بترسمه يجي 10 سنتي. الزنر تلاقي هناك في اخر الدنيا، فتلاقي الدايره كبيره قوي وفاضيه. طب ليه؟ كفايه بس المسافه ديت ارسم فيها دايره التغذيه، تمام؟ نبدا طبعا بقنطره التوحيد زي ما قلنا اهو، وانت طبعا حافظ شكل القنطره بتترسم ازاي. تمشي كده وبعدين انزل مثلا نص سنتي، كده اهو تمام. طيب والطرف اللي تحت ده اهو هنطوله، يبقى هو ده الايه؟ الطرفين بتوع الدخل بتوع القنطره. طب الطرف اللي على اليمين اهو، نعمل نقطه لحام وروح واخده كده واطلع بيه لفوق اهو، وهنمشي بيه كده، يبقى ده الطرف الموجب بتاع القنطره. طب الطرف اللي على الشمال ده اهو، نقطه لحام وامشي سنتي كده وانزل بيه لتحت، يبقى هو ده الطرف السالب. الطرفين بقى اللي فوق واللي تحت، ها دول الدخل، والدخل هنا كان مكتوب لك كام؟ مكتوب في الدايره 12 فولت متغير، اكتبهم اهو 12 فولت، وادي علامه التيار المتغير يعني دخل القنطره. طب الموحدات نرسمهم ازاي؟ ادي الاربع موحدات، الموحدين اللي على اليمين باصين لبعض اهم كده، ادي الكاسود بتاع الموحد اهو مظلل، الموحدين الناحية التانية عكس بعض اهو، الموحد ده باصص لفوق كده والتاني عكسه اهو كده باصص لتحت، فهتلاقي الموحدين دول بص كده الكاسود والكاسود ملحومين مع بعض مع الموجب، الموحدين اللي على الشمال الانود والانود ملحومين مع بعض مع مين؟ مع السالب. ولو لاحظت هتلاقي كل الموحدات باصه ناحيه اليمين. الناس اللي بتغلط وتروح عامل ايه؟ يجي يرسم يروح عامل الموحدات دي كده ويجي عند موحد منهم يروح عكسه، كده انت وصلته غلط تنقص عليه. تعال نرقمهم بقى، نرقمهم ازاي؟ بص للدايره هنا، مين اللي مع الطرف الموجب؟ بص كده، شايف الموحدين دي 2 ودي 4؟ الكاسود والكاسود ها اهم، الكاسود والكاسود ملحومين مع بعض مع الشريحه اللي مع المقاومه ار 8 اللي رايحه لمين؟ للموجب. يبقى دي 2 و4 هم اللي مع الموجب، يبقى هم اللي على اليمين، يبقى ادي
دي 2 وادي دي 4. طيب الموحدين التانيين بص عليهم كده، دي 1 ودي دي 1 ودي 3، الانود والانود اهم، الانود والانود. طبعا الانود ما فيهوش شرط، ها الكاسود هو اللي بيبقى فيه الشرطه اللي في الموحد دي. طيب الانود والانود ملحومين مع مين؟ مع السالب. يبقى دي 1 و3 هما الاثنين اللي على الشمال، يبقى دي 1 و3 اهم اللي متوصلين بالسالب. طب مين فيهم دي 1 ومين دي 3؟ ده اللي يفرق بقى. بص هنا كده، دي 1 اهو ملحوم مع مين؟ متوصل مع دي 2. يبقى على طول بص انت عامل دي 2 هنا، يبقى اللي جنبه ده مين؟ ها دي 1 اهو. طب دي 3 اهو، بص كده دي 3 الكاسود بتاعه اهو متوصل بمين؟ بدي 4. فين دي 4؟ اهو. يبقى اللي جنبه دوت اللي متوصل معاه دي 3. تمام. طب خلصنا كده، خلصنا قنطرة التوحيد، خلصنا قنطرة التوحيد. ها بص بقى فاضل ايه؟ اهو اشطب كده معاك هنا مكثف اللي هو سي 9 ما بين الموجب، ما بين الموجب بتاع الموحدات ورايح لفين؟ للسالب اهو. يبقى تيجي من هنا كده وانزل ارسم ادي المكثف كده اهو، وانزل بيه للسالب. مكثف ده كيميائي نظلله سي 9. طيب في مقاومة ار 8 من نفس الطرف اهي بتاع الموحدات، موجب الموحدات ورايحة لمين؟ للشريحة بتاعة الموجب اللي هي بتاعة الدايرة اللي هي مع طرف الزينر. طيب يبقى الطرف المقاومة ديت اهي كده كده، يبقى المقاومة دي ار 8. في مكثف كمان اللي هو سي 10 ما بين الموجب والسالب اهم اهو، يعني بعد المقاومة اهو. انزل كده وراح جاي راسم ادي المكثف الثاني وانزل بيه. طب يا ترى المكثف ده اللي هو سي 10 مكثف ثابت ولا كيميائي؟ لا مكثف ثابت، لا مكتوب جنبيه موجب ولا في علامه اللي هم الخطين، يبقى نسيبه ما نظللوش. تمام. وممكن تظلل اللوحين بتوعه بس الافضل يعني ما تظللهمش عشان ما توسخش اللوحه بتاعتك. طب فاضل ايه؟ ها فاضل الزينر ما بين الموجب والسالب اهو. ها يبقى اجي من هنا كده وانزل وادي طرف الزينر ما بين الموجب والسالب، والكاسود بتاعه اه بنعمل له شرطه كده. تمام. الانود بتاعه بقى متوصل بالسالب والكاسود فوق متوصل بمين؟ بالطرف الموجب. طيب ونكتب جنبه الاسم ادي زد دي. تمام. فاضل ايه بقى؟ ان انت توصل الطرف الموجب دوت مع الطرف الموجب بتاع الدايره فوق على طول ببساطه اهي. روح واخد لي بقى الطرف الموجب ده كده كده اه، وهنطلع نوصله فوق بالموجب بتاع الدايرة. يبقى احنا كده وصلنا الدايرتين ايه؟ ببعض. تمام. الموجب مع الموجب. طيب الطرف السالب نعمل فيه ايه؟ اعمل له علامة ارضي، لوح مكثف كده وظللها. طب واللي فوق برضو اعمل لها علامة ارضي، يا اما تعملها من هنا هوت خلاص لو في مكان ماشي، يا اما نروح جايين ايه على اي نقطة لحام من هنا اهو على نفس الطرف وتروح برضو عامل نقطة الايه وتروح عامل علامة الارض. يبقى كده كأنك انت وصلتهم ببعض. تمام. لو قال لك ضيف محول قدرة او في دوائر تغذية بيبقى فيها محول قدرة، تروح راسم المحول ايه في البداية هنا، ملف ابتدائي وملف ايه ثانوي اهو يا ولاد. ها كده الدايره قدامنا اهي، حولناها بالكامل. طبعا بقى الخط الزياده اللي فوق بتاع الموجب ده ممكن تروح ايه بالاستيكه بتاعتك بقى كده وتروح ايه ماسح الخط الزياده اللي ملوش لازم اهو. تمام. طيب طيب تمام كده الدايره قدامنا اهيت. نبص بقى كده على الكمبيوتر بسرعه في نص دقيقه، ادي الدايره اللي احنا حولناها، ادي الاطراف التغذيه ماشي، وادي الشريحه بتاعت الموجب اللي باللون الاحمر والشريحه الثانيه باللون الاخضر، ترقيم الاي سي، وادي الاجابه بتاعت الدايره اللي احنا لسه محولينها على الكمبيوتر قدامنا اهيت على الشاشه.
عايزكم برضو يا اولاد ترسموها في اطار 35 في 25 او في السكتش بتاعك، ممكن تبقى 32 مثلا، 32 في 22 على قد السكتش ما تكفي، او في 23 تمام. وتبعتوها لنا برضو على الحلقه على صفحه الفيسبوك اللي هي قناه مصر للتعليم الفني، وان شاء الله في الحلقه اللي جايه هعرض لكم اللوحات الكويسه وصورها حلو بالتليفون كده زي ما قلنا في بدايه الحلقه. وربنا يوفقكم، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.